قاهرة المعز وقاهرة نجيب محفوظ وجهان لعملة واحدة. فقاهرة محفوظ مليئة بتفاصيل الحارة المصرية، وتعد بالنسبة له العالم الذي يدور فيه. محفوظ الذي ولد من 100 عام بحي الجمالية وانتقل للعباسية والحسين والغورية، استطاع بكل دقة أن يرسم ملامحها ويعيش تفاصيلها وينقل أحلامها وهمومها. تلك الأماكن شاركت جميعها في نسج الخيوط الأولى لجائزة نوبل، والتي حصل عليها عام 1988. ميلاد محفوظ في عام 1911 جعله يعيش ثورتين ويتنبأ بالثالثة. أعماله كانت مؤرخة للتاريخ الثوري للشعب المصري، بداية من رواية عبث الأقدار ورادو بيس وكفاح طيبة، إلى تناول ثورة عام 1919 من خلال الجزء الأول في الثلاثية، وكانت إشارات واضحة إلى مبادئ ثورة يناير، والتي يعد مجيئها متزامنا مع الاحتفال بمئوية محفوظ وساما آخر على صدر الأديب العالمي. ولمحفوظ جملة مأثورة في الثورات: الثورات يدبرها الدهاء وينفذها الشجعان ثم يكسبها الجبناء. منذ منتصف الثلاثينيات تنوعت الأعمال التي قدمها محفوظ على مدار عمره الأدبي بين حوالي 33 رواية وأكثر من 13 مجموعة قصصية و50 قصة وحوالي 300 مقالة، وترجمت تلك الأعمال إلى أكثر من 33 لغة. أشهر الأعمال التي قدمها محفوظ هي ثلاثيته المعروفة: بين القصرين، قصر الشوق، والسكرية، والتي انتهى من كتابتها عام 1952، ولم يتم نشرها قبل عام 1956 نظرا لضخامة حجمها. مصر هي المولد والمنشأ والمعاش، وهي ليست مجرد وطن محدود بحدود، ولكنها هي تاريخ الإنسانية كله، وإني أحب الإقامة فيه. الحب في حياة محفوظ كأعماله الأدبية متنوع، يسير في اتجاهات مختلفة، اتجاهات قد لا يأملها البعض. أرى أني أقمت حياتي في الدنيا على أساس الحب، حب العمل وحب الناس وحب الحياة، وأخيرا حب الموت.